بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين الكرام، في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الذي يتناول شرح دعاء الإمام السجاد عليه السلام لولده. بعد أن أنهينا دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه لوالديه، حان الدور بنا إلى أن ننتقل إلى دعاء آخر للإمام السجاد سلام الله عليه، وهذه المرة لولده. هذه القضية وهذه المسألة تنبه المؤمنين على أمر معين في غاية الأهمية، وهو أن تربية الأولاد وصلاح الأولاد لا يعتمد فقط على مجهود الأب والأم. نعم، هذا شيء ضروري وشيء محوري في تربية الأولاد وفي صلاح الأولاد، ولكن في مقابل ذلك وإضافة على ذلك، يجب على الوالدين أن يستعينوا بالله سبحانه وتعالى وأن يستعينوا بالجانب الغيبي في تربية أولادهم. لذلك نجد بأن الإمام السجاد سلام الله عليه قد خصص دعاء مستقلا لأولاده ولولده، وبين فيها جملة من المطالب وجملة من الأدعية التي دعا بها لأولاده، وبذلك علم المؤمنين بأن يدعوا لأولادهم بهذا الدعاء. هذا الدعاء طبعا ورد في الصحيفة السجادية، وتناول كما قلنا الكثير من الإشارات التربوية والكثير من النكات المعرفية التي بينها الإمام السجاد سلام الله عليه. الإمام عليه السلام يبتدئ هذا الدعاء بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ومن علي ببقاء ولدي وبإصلاحهم لي وبإمتاعي بهم، إلهي أمدد لي في أعمارهم وزد لي في آجالهم. هكذا يبتدئ الإمام السجاد سلام الله عليه دعاءه لولده بهذه الإشارة الأولى في هذا الدعاء، بأنه يا إلهي هذه المطالب التي سأطلبها هي من باب المنة منك علي. فإذا تربية الأولاد وهذه الإشارات التي سننبه إليها في هذا الدعاء الوارد عن الإمام السجاد، هذه كلها منة من الله سبحانه وتعالى، والمنة تحتاج إلى شكر. الإنسان الذي لديه أولاد ويطلب من الله سبحانه وتعالى بعض هذه الأمور، يجب عليه أن يعرف بأن أصلاً وجود الأولاد عنده ورزقه من الله سبحانه وتعالى بالأولاد، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، منة من الله. لولا فضل الله ولولا نعمته عليه لما كان يستحق هذا الأمر. فإذا أولا يجب عليه أن يعرف هذه هي منة من الله سبحانه وتعالى عليه، والمنة والنعمة تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى مزيد من الالتفات ومن الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى كجزاء على هذه النعمة التي أعطاها إياه. لاحظوا هناك عدة أمور بينها الإمام السجاد سلام الله عليه وطلبها من الله سبحانه وتعالى في افتتاحية هذا الدعاء. قال: اللهم ومن علي. ما هذه المنة؟ هذه المنة ثلاثة أمور طلبها من الله سبحانه وتعالى. أولا قال: ببقاء ولدي، هذه أولا. ثانيا: بإصلاحهم لي. وثالثا: بإمتاعي بهم. هذه الأمور الثلاثة هي منة من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الأمور الثلاثة هي أمور مترابطة، لا يمكن أن تنفصل واحدة عن الأخرى، وإلا تحولت هذه المنة، تحولت هذه النعمة الإلهية إلى نقمة على الوالدين. لاحظوا أولا قال: ببقاء ولدي. ثانيا: بإصلاحهم لي. ثالثا: بإمتاعي بهم. فإذا هذه الأمور إذا اختل واحد منها كان الباقي ليس بنعمة، كانت نقمة من الله سبحانه وتعالى وعقوبة من الله سبحانه وتعالى على الوالدين. تجدون أنتم في بعض الأحيان الإنسان يرزق بأولاد، ولكن هؤلاء الأولاد يكونون غير صالحين. ما هي فائدة هؤلاء الأولاد؟ بالعكس، هذه النعمة تنقلب عليهم نقمة، تكون عليهم وبالا. تجد بأن الوالدين يتعرضون إلى الكثير من العناء، الكثير من
الأمور الاجتماعية السيئة بسبب أولادهم. الأمر الثاني قد يكون لا، الولد صالح ولكن عمره قليل، أيضا هذا الوالد لا يستفيد من هذا الولد بالشكل المطلوب، بالشكل الكامل الوافي. والعكس صحيح أيضا، قد يكون عمره طويلا وقد يكون صالحا ولكن الوالدان لا يتمتعان به، إما بسبب مرض، إما بسبب عواق، إما بسبب أي شيء عارض آخر يؤثر على صحة الوالدين. فدعاء الإمام السجاد عليه السلام ناظر إلى هذه الأمور الثلاثة بكل جوانبها. أولا طلب من الله سبحانه وتعالى طول العمر لأولاده، ثانيا طلب منه أن يكون هؤلاء الأولاد صالحين، وثالثا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بأولاده وذلك بالصحة والعافية، والتي سيبين الإمام السجاد عليه السلام ذلك بشكل أكثر تفصيلا في متون هذا الدعاء المبارك. لاحظوا بالنسبة لصلاح الأولاد كيف أن الإنسان قد يبتلى بأولاد غير صالحين وكيف يؤثر هذا الأمر عليه. الإمام السجاد سلام الله عليه في موضع آخر من غير هذا الدعاء يقول: وحق ولدك أو ولدك أن تعلم أنه منك ومضاف إليك، ومنك قطعة من بدنك، قطعة من روحك، قطعة من جسدك، والأمر الآخر مضاف إليك، يعني أولاً نسبه مضاف إليك، ثانياً أفعاله تصرفاته كلها مضافة إليك، وإن كان هو شخصاً مستقلاً إلا أنه بكل شيء يضاف إليك، يقال فلان ابن فلان، فلان فلانة بنت فلانة، وهكذا. ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، هذا الولد، هذه البنت، الأولاد بصورة عامة يضافون إلى آبائهم، إلى والديهم، بأنه سواء كانوا من الأخيار أو سواء كانوا من الأشرار، سواء كانوا يتصرفون الأفعال الخيرة الحسنة أو يتصرفون الأفعال السيئة، كلها يرجع إلى الوالدين. إذا كان جيدا هذا الحسن والجيد يرجع للوالدين، وإذا كان سيئا أيضا سمعته السيئة ترجع للوالدين. فلذلك الإمام السجاد سلام الله عليه ركز على مسألة إصلاحهم، يا إلهي اجعل هؤلاء الأولاد أولا من علي ببقائهم، ثانيا اجعلهم صالحين، اجعلهم متقين. الأمر الآخر بأنه وبإمتاعي بهم، نعم المتعة الإنسان دائما الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم بأن البنون هم زينة الحياة الدنيا. الإنسان عندما يرى وينظر إلى أولاده يتمتع، يفرح، تدخله البهجة، يدخله السرور في قلبه. ولكن هذا الإمتاع فيها قسمان: القسم الأول عندما تنظرهم بأنهم أصحاء معافين، لا يوجد فيهم نقص في خلقتهم في خلقهم، تتمتع عندما تنظر إليهم. والإمتاع الآخر عندما تراهم متقين أخيار، أيضا الإنسان عندما ينظر إلى أولاده بأنهم مؤمنين متقين صالحين سائرين على نهج أهل البيت عليهم السلام أيضا يفرح يتمتع، وهذه المتعة هي أكبر من المتعة الأولى. ما فائدة الولد إذا كان جميلا حسن المنظر، طويلا رشيقا أبيض الوجه حسن الوجه، ولكنه غير موالي غير ملتزم، يفعل السيئات يفعل الموبقات، هل الوالد والوالدة أيضا يتمتعون عندما ينظرون إليه؟ لا. فإذا المتعة فيها قسمان: المتعة الكاملة للوالدين عندما يجدون بأن ابنهم أو ولدهم هو بحالة صحية تامة كامل الخلقة معافى، وأيضا في جانب ذلك أيضا معافى من ناحية الدين من ناحية الخلق. تجدون أنه في هذه الآية المباركة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، في هذه الآية المباركة. لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يفسر قرة أعين، كيف يفسر هذا الدعاء الوارد في القرآن الكريم. يقول: والله ما سألت ربي ولدا نظير الوجه، يعني جميل الوجه حسن الوجه، ولا سألته ولدا حسن القامة، ولكن سألت ربي
ولدا مطيعين لله خائفين وجلين منه حتى إذا نظرت إليه وهو مطيع لله قرت به عيني. هكذا يبين أمير المؤمنين عليه السلام كيفية المتعة الحقيقية للوالدين. ما هو المتعة الحقيقية؟ ما هي المتعة الحقيقية للوالدين؟ نعم، كما قلنا المتعة تنقسم إلى قسمين، قسم من ناحية البدن وقسم أهم وأعظم وهي من ناحية الدين. كم يفرح الإنسان عندما يجد بأن أولاده مطيعين لله سبحانه وتعالى، يصومون، يصلون، يحجون، يخمسون، لا يفعلون المعاصي، لا يفعلون الموبقات. الإنسان بداخله عندما يشاهد هذا الأمر يفرح، يتمتع. كذلك بالنسبة للوالدة خصوصا وهي تشاهد بنتها إذا كانت ملتزمة، محجبة، عفيفة، شريفة، أيضا تفرح، تتباهى على الناس بأنها تمتلك هكذا بنت. فإذا معيار المتعة هو ضمان الدين، ضمان الخلق، بالإضافة أيضا كما قلنا إلى المتعة والكمال في البدن وفي الخلقة. ثم يقول الإمام السجاد عليه السلام: إلهي أمدد لي في أعمارهم وزد في آجالهم. أيضا طلب من الله سبحانه وتعالى بأنك يا إلهي هؤلاء الأولاد هم عطية منك، هم هدية منك، فهذه أمانة جعلتها عندي، فأنا أطلب منك يا إلهي بأن أولا تمد لهم في أعمارهم وثانيا تزيد لهم في آجالهم. قد يكون هذا التغاير بين العمر والأجل إشارة من الإمام السجاد عليه السلام إلى الأجل المحتوم والأجل الموقوف، قد يكون هذا هو المقصود من هذا المعنى، هذا التغاير، تغاير في اللفظ. إلهي أمدد لي في أعمارهم قد تكون الإشارة إلى الأجل الموقوف، وزد لي في آجالهم قد تكون الإشارة إلى الأجل المحتوم. الإنسان عندما يخلقه الله سبحانه وتعالى لديه أجلان، أجل موقوف وهذا يتعرض إلى تغيير وتبديل، يتعرض إلى زيادة وإلى نقصان. إذا فعل بعض الأمور يزداد هذا العمر، يمد له في هذا العمر، وإذا فعل بعض الأمور الأخرى، السيئات والمعاصي الأخرى، الله سبحانه وتعالى ينقص هذا العمر، بخلاف الأجل المحتوم الذي يكون ثابتا، يكون مقدرا. فالإمام السجاد سلام الله عليه يطلب من الله سبحانه وتعالى زيادة العمرين، زيادة الأجل الموقوف، وأيضا قد يكون إشارة من الإمام السجاد عليه السلام على زيادة الأجل المحتوم. لاحظوا مثلا هذه الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام والتي تشير إلى هذه الحقيقة، يقول: يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم، ويموتون بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهم. فإذا هذا العمر قابل للزيادة والنقصان حسب أفعال الإنسان. إذا مثلا الولد بر والديه الله سبحانه وتعالى يمد له في عمره، بعكس ما إذا عق الوالدين الله سبحانه وتعالى ينقص من عمره. وهكذا بالنسبة إلى باقي التصرفات، صلة الرحم مثلا، إعطاء الصدقة، هذه كلها من الأمور التي تزيد في العمر. فالإمام السجاد سلام الله عليه يبين: يا إلهي أنا أطلب منك زيادة في عمر أولادي وأيضا زيادة في آجالهم، لا تجعل عمرهم قصيرا، لا تجعله هذه الفترة التي يعيشون فيها عندي فترة قصيرة، اجعلني أتمتع بهم في هذه الحياة الدنيا التي أعيشها معهم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نكون من الداعين لأولادنا في هذه الدنيا بالصلاح وبالخير وبالتوفيق، وأن نحشر جميعا إن شاء الله تعالى مع محمد وآله الطاهرين في الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.